علاء، علاء علي، علاء علي، يسقط علاء، يلعبها خطيرة، عنده فرصة، جول، جول العجيزي. أخيرا أخيرا هاني العجيزي يتقدم من كرة حلوة عملها له صلاح أمين، اداله هدية الحقيقة صلاح أمين، وسجدة الشكر لله. في الدقيقة 16 هاني العجيزي يتقدم لسموحة وتصبح النتيجة 1-0. عملت حلو، هتتشاط من مرة واحدة، جول، جول، هدف التعادل لنادي النصر، وهو هدف غالي لأنه أول الأهداف الرسمية لأبناء سيد عيد. أعتقد حد غير اتجاهها، أعتقد يا سلام، اتثبت صبحي والكرة غيرت اتجاهها بعد ما اتشاطت أهي في السكة، غيرت اتجاهها. في ناس كتيرة كده، صلاح أمين ترد توبة، جول، جول علاء علي، علاء علي، بقول لك ثلاثي رهيب رهيب. برضه صلاح أمين هو اللي اتحرك على الوينج، عملها للعجيزي اللي ردها لعلاء علي، ثلاثي طالما التفاهم ولغة الحوار موجودة زي ما عملوا الهدف الأول. دقيقة 53 علاء علي يسجل الهدف، تشوفها تاني، آدي صلاح أمين، وآدي ترد، تشوف على طول تضرب في ظهر يمكن حمودة سمير، لكن هو اللي شايط واخد القرار أهو. أهو بصوا حضرات